مكونات رئيسية. مبنى التوسعة، الساحات الخارجية، الجسور، مبنى المصاطب، ممرات المشاة ومباني الخدمات بما فيها المراكز الصحية والدفاع المدني ومشفى، محطة التكييف المركزية والتوليد الاحتياطية. هذه المكونات تصب في إطار التكامل فيما بينها لتكوين رؤية شاملة عصرية مع استخدام أحدث التجهيزات والتقنيات لتأمين راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين ووصولهم بيسر وسهولة إلى المسجد الحرام. انطلقت الفكرة التصميمية بتهيئة منطقة الشامية لتوسعة الحرم المكي بشكل إشعاعي انطلاقا من مركز الكعبة في الاتجاهات كافة لتوجيه المصلين باتجاه القبلة. هذه الكتلة المعمارية لمبنى التوسعة تحتضن البوابة الرئيسية، بوابة الملك عبد الله، ترتفع فوقها مئذنتان بشموخ لتصبح مآذن الحرم 11. ولتسهيل حركة المصلين بشكل انسيابي وأكثر أمنا وإدارة وتفريغ حركة الحشود، روعيت إضافة عدد من الجسور تربط بين المصاطب الشمالية والمبنى الحالي للحرم، مخترقة مبنى التوسعة بجميع مناسيبها، مع تهيئة ساحات خارجية بين مبنى التوسعة والمصاطب الشمالية تستوعب أعدادا متزايدة من المصلين. تزدان هذه المنظومة المعمارية في الساحات الشمالية الجديدة بمظلات آلية الفتح والغلق لحماية المصلين من الشمس والأمطار. وأسفل الساحات روعي تأمين دورات مياه ومواضئ ومرافق عامة. شكلت المصاطب الشمالية بستة مستويات متدرجة تتماشى مع الطبيعة التوبوغرافية للجبال المحيطة. يستعمل سطحها ساحات إضافية للصلاة بإطلالة مميزة. وأيضا تم تأمين أسفل هذه المصاطب دورات مياه ومواضئ، إضافة إلى المتطلبات التشغيلية والإدارية مع المراكز الصحية. يخترق مبنى المصاطب الشمالي الطريق الدائري الأول من الشرق إلى الغرب مع الربط بمحطات إضافية للنقل لتسهيل حركة الدخول والخروج من التوسعة، إضافة إلى ممرات المشاة التي تبدأ من الساحات أسفل المصاطب انتهاء بالمناطق الشمالية للمسجد الحرام، حيث تم تأمين مستشفى ومباني للدفاع المدني والسلامة في تلك المناطق. كذلك يخترق مبنى المصاطب نفق خدمات يربط المحطة المركزية بالحرم. من بوابة خادم الحرمين الشريفين ندخل إلى مبنى التوسعة لنجد الممر الشرفي تزينه قبة رئيسية منزلقة. وعلى جانبيه قاعة للصلاة على 4 مستويات متباينة المناسيب في الدورين الأول والثاني، تنقسم إلى قاعات رئيسية وفرعية، بينها أفنية داخلية بارتفاع المبنى مغطاة بأسقف زجاجية منزلقة و4 قباب ثابتة. هذا هو العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين لأمته، بأن يتم ما بدأه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فليس مستغربا منكم هذا العطاء الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المسجد الحرام. يا خادم الحرمين الشريفين، بتوجيهاتكم السامية والكريمة، فإن هذا المشروع العملاق الذي أمرتم بإنجازه خلال العامين القادمين بإذن الله تعالى سوف يستمر العمل الدؤوب به ليلا ونهارا.